يا مساء الورد والفل والياسمين على كل مشاهدي برنامج سعر صحتك. معاكم أخصائية التغذية نورهان أحمد. في البرنامج ده مش هنتكلم عن الطب بصفة عامة، احنا هنتكلم ازاي أكون صحي بالتغذية السليمة. مش لازم خالص تكون جسمك مثالي، مع ان ده مش يعني مش مستحيل معايا، بس الفكرة انك تكون راضي وإنك تعيش حياة صحية باستخدام التغذية الصحيحة علشان نقدر نتجنب أمراض كتير جدا، حتى لو لا قدر الله في أي مرض نقدر نتفاديه، وكمان نقدر إن إحنا نقلل المرض ده خالص باستخدام التغذية السليمة اللي بقت تدخل في العلاج دلوقتي. أولا أحب أقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وبصحة وسلامة، مسلمين ومسيحيين جميعا يا رب. احنا كمصريين عندنا دايما بنربط اي مناسبة عندنا بالاكل، كمصريين دايما 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 احنا اكلين. يعني بمعنى ايه؟ ان احنا بنحب نذوق الاكل، بنحب نظبطه، بنحب دايما ان احنا ناكل احسن الاكلات. بمناسبة النهاردة شم النسيم دايما مرتبط بالرنجة، بالفسيخ، بالخس، بالبصل، بالسردين، بكل حاجات موالح كتير قوي قوي قوي. طيب في دايما جملة بتتقال من كتر ما هي كانت بتتقال بطريقة هزار خلاص الناس بقت بتصدقها، هي ان الفسيخ بيعلي المناعة. للأسف المفروض اقول بيقلل، الفسيخ مش بيعلي المناعة. يعني يا ريت ما تسمعوش الجملة دي خالص ولا كأنها اتقالت خالص خالص. الفسيخ أول حاجة بلاش فسيخ السنة دي. كل سنة بنطلع نقول يا جماعة بلاش فسيخ، ومنظمة الصحة يا جماعة بلاش فسيخ، السنة دي ضروري ضروري معلش بلاش فسيخ، لأن أنا مش هقدر إن أنا أجازف ب1% إن ممكن يحصل لي أي حاجة وأروح المستشفى. غير إن هو بيقلل المناعة، غير كمان إن أنا روحت المستشفى هتعرض وعرض أهلي كلهم لخطر إحنا في غنى عنه. ليه؟ لمجرد أكلة ليوم واحد. بلاش فسيخ، نتجنب الفسيخ شوية. طيب حطينا الأكل، حطينا سردين، حطينا ملوحة، حطينا سمك، ناكل إيه جنب الحاجات دي؟ كل دي أملاح فيها صوديوم عالي جدا، علشان أقدر إن أنا أعمل بالانس أو إن أنا أقدر أوازن ما بين الصوديوم، ولازم أوازن كمان مع البوتاسيوم. بمعنى ايه؟ لازم الاكل ده يكون معاه خضار ورقيات، زي ايه؟ زي الخس، زي الجرجير. الحاجات دي بتساعد جدا ان انا اعمل توازن في جسمي، يا ريت تكون موجوده جنب الاكل ده. بلس كمان البصل الاخضر، البصل الاخضر ده مضاد للطفيليات والبكتيريا. يعني اي حاجه او اي سمك فيه بكتيريا او طفيليات البصل الاخضر بيساعد ان هو يقتل. فيا ريت الحاجات دي تكون جنب الاكل بتاعنا واساسي جنبنا عشان نقدر نتفادى اي خطر ممكن يجي لنا مجرد اكله ممكن ناكلها. اوكي دلوقتي احنا اكلنا كله تمام، ناكل ايه بعد الاكله علشان اقدر ان انا اكون مطمنه شويه او مطمن شويه؟ عصير البرتقال مفيد جدا جدا ولازم بعد الاكله دي ناخده. كمان موجود دلوقتي في البيوت وان شاء الله كل البيوت تكون جابته، الفواكه المجففه بتاعت رمضان، زي القراصيا، زي المشمش، الحاجات دي ممكن ناكلها بعد الاكله اللي احنا واكلينها دي. بلس كمان اوعوا اوعوا تنسوا الميه الكتير. كده احنا خلصنا اول الفقره بتاعتنا، فقره شم النسيم. ان شاء الله استنونا بعد الفاصل في فقره مهمه جدا جدا لا غنى عنها، ولا يمكن ان احنا نخلص الحلقة بتاعتنا غير لما نكملها. استنونا بعد الفاصل.